Sim. طيب. من الحاجات التانية المهمة أو بالأشكال التانية المودلز التانية مثلا المودل بتاع الأي تريبل إي اللي طلع من سنتين وسبعين، المودل الحقيقة دي المودل القديمة ما هيش جديدة يعني، اللي هي بنسميها السوفت وير انجينيرنج بروسيس فيزز. هنا الأي تريبل إي قسم لك الري انجينيرنج انتو فيزز. حضرتك أنت وأنت بتعمل ري انجينيرنج أنت بتعمل إيه؟ وأنا برضو الري انجينيرنج نفسها هي مجموعة من الفيزز. انا دلوقتي ببتدي بما يسمى بالاكزيستنج سيستم بلانز والاكزيستنج سيستم سورس كود والهيستوريكال بروجكت داتابيزز والاكزيستنج ستاندرد وبروسيجرز السيستم اللي موجود، وبخرج في الاخر بالتارجت سيستم سورس كود. ما بين دول بمر مجموعه من المراحل، ببتدي طبعا التشينج دي بعمل له اناليسز وبعمل بلاننج للتشينج ده. في الفيز الاولاني انا بانلايز النيو ريكوايرمنت اللي موجوده، باخد الدوكيومنتيشن ستاندرد بالاكزيستنج سيستم دوكيومنتيشن والاكزيستنج سيستمز وابتدي اعمل اناليسز وديزاين. بعد ما بعمل اناليسز وبلاننج ببص على الحاجات اللي محتاجه تتغير في الدوكيومنتيشن، فببتدي اروح للايه للدوكيومنت نفسها، بحط البلان في البلان بتاعت البروجكت دي اللي هو الري انجينيرنج. الري انجينيرنج دلوقتي الحاجه محتاجه هي كمان يحصل لها دوكيومنتيشن، بحطها هي كمان في الدوكيومنتيشن ريبوزيتوري بتاعي. بعد ما بخلص الكلام دوت بتحرك بقى بالايه بالاكزيستنج سيستم على عمليه الرينوفيشن، يعني عمليه التغيير نفسه. تلاقي التغيير ده لو غيرت حاجه في الديزاين دوكيمنت بعطيك الديزاين دوكيمنت، غيرت حاجه في الريكويرمنت دوكيمنت بعمل لها ابديتنج. بعد ما بخلص عمليه الرينوفيشن بيبقى عندي تارجت سورس كود، ببتدي اخد الانيشال تيست بلانز وبعمل سيستم تيستنج تاني عشان اشوف هل السيستم الجديد بيحقق كل القديم وبيحقق الحاجات الجديده، وبالتالي بيطلع لي تارجت سيستم تيست بلان. بعد ما خلصت الكلام ده كله ببتدي اخش على الاكسبتنس والسيستم ترانزيشن، وبدخل بقى اليوزرز معايا اذا كانوا بيعملوا اكسبتنس تيست، وفي الاخر بيطلع لي التارجت سيستم سورس. دي التفاصيل بتاعت الموديل بتاع الري انجينيرنج، واتكلمنا على الستاتس بتاعتها في الديتيل بتاعتها. تمام؟ مثلا التاسكس المختلفه في الفيز الاولاني اللي هو الاناليسيز اند بلاننج فيز، ببتدي الاول بشوف الامبلمنتيشن موديفيكيشن، ببتدي اكولكت الانفنتوري، بانلايز الامبلمنتيشن، بديفاين الابروتش بتاعي، وبعدين انصعد، والتفاصيل موجوده عند حضراتكم في الكتاب. العمليه هنا ان احنا بنعمل اناليسيس وبنطلع في بلان نشتغل ازاي في عمليه الانجنييرنج. رينوفيشن ده بقى عمليه التغيير نفسها، عمليه الاوبريشن نفسها، وقد تشمل ريفرس انجنييرنج كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. والكلام ده ممكن يكون على السيستم، ممكن يكون على الداتا. خدوا بالكم احنا تاني لما بنتكلم على ري انجنييرنج بنتكلم على السوفت وير بكل الكومبوننتس بتاعته، مش بس السورس كود، احنا بنتكلم على الكود والدوكيومنتيشن بكل التفاصيل. زي ما قلنا الرينوفيشن ممكن يبقى بريكودنج، ممكن يكون بريفرس ثم فورورد انجينيرنج، ممكن كمان يكون بفورورد وبعدين ريفرس. فور اكزامبل ان انا اعمل كومبايليشن وبعدين اعمل دي كومبايليشن مثلا من لانجوج لانجوج ثانيه، يعني كل دي امكانيات اتكلمنا عليها قبل كده و اكزامبلز كتيره. انا بعمل الكلام ده بعمل تيستنج وبعمل له في الاخر اكسب. كل خطوه من دول لازم تنعكس على الدوكيومنتيشن بتاعتي. لو انا هغير حاجه في الريكوايرمنتس او هغير حاجه في الديزاين، لو ريبورت انا ليه عملت الديزاين ديت، هل محتاج اغير في المانيوالز، في اليوزر تريننج، في الاونلاين هيلب، وات ايفر، كل الحاجات ديت بنحتاج نبص عليها في الدوكيومنتيشن. وبعدين في الاخر بنعمل الاكسبتنس والسيستم ترانزيشن بما يشمله من ريتريننج للاس او اي شكل من هذا الاشياء. كده اتكلمنا على بشكل عام الموديل بتاعت الري انجينيرنج والابروتشز المختلفه. والحقيقه يعني احنا خدنا هنا كميه من الديتيلز لا باس فيها.
But at the end of the day, الحقيقة دايما re-engineering, احنا بنتكلم على كل software, بنتكلم على documentation, بنتكلم على configuration management, لكن حضراتكم ك software engineers غالبا بيبقى شغلكم على الكود reverse engineering تحديدا او الكود re-engineering, عشان كده هنتكلم عنه شوية دي. بس برضو كالعادة قبل ما نكمل خليني اسأل حد عنده اسئلة شباب او حاجة. يعني يسأل حاجة يعني يوت همسلف ويتني يسأل صح. ما فيش أسئلة؟ طيب طب خلينا نكمل. احنا دلوقتي زي ما قلنا المودلز اللي بصينا عليها دي الحقيقة كانت بتتكلم على السوفت وير, بس عايزين ننزل شويه في الاتجاه بتاع السورس كود نفسه. الحقيقه السورس كود ريفرس انجينيرنج واحده من او كود ريفرس انجينيرنج حاجه من الحاجات اللي خدت اهتمام بعض الناس زي شايكوفسكي وكروس, والحقيقه بصوا على ان انا يقولوا الريفرس انجينيرنج لما ايدنتيفاي الكومبوننتس الاول وبعدين نشوف الريليشنز اللي ما بينهم وبعدين ده ريبريزنت السيستم ان هاير ليفل اوف ابستراكشن من ريفرس انجينيرنج. وبالتالي بعد ما بعمل الكلام دوت ريدوكيمنت الارتفاكتس بتاعتي او بريكفر الديزاين. يعني الحقيقه دي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها في الريفرس انجينيرنج. طيب الحاجات المهمه بقى بعمل كود ريفرس انجينيرنج ازاي؟ زي ما قلنا الفورورد انجينيرنج انا بسيب ريكوايرمنتس وبعدين بطلع منها ديزاين وبعدين بقى الديزاين ده بعمل له امبلمنتيشن, سواء بعمل كل ريكوايرمنتس الاول وبعدين كل الديزاين وبعدين كل الامبلمنتيشن ووتر فول, ولا بقسم له سبرنتس مثلا وبعيدهم كذا مره انصعب. ده الفورورد انجينيرنج. الريفرس انجينيرنج ان انا برجع من العكس. زي ما قلنا ساعات كتير بنلاقي نفسنا مضطرين نعمل ريفرس انجينيرنج للكود. انا عندي الكود نفسه بس ما عنديش لا الديزاين ولا الريكوايرمنت, فبضطر اعمل ما يسمى بالريفرس انجينيرنج ان انا مثلا اتحرك من السورس كود او من الامبلمنتيشن, سواء السورس كود ده مكتوب بهاي ليفل لانجوج او حتى كومبايلد كود بعمله ديس اسمبلي او دي دي كومبايلر بطلع منه يعني كود. في الحاله دي انا بعد كده بعمل ريفرس انجينيرنج عشان حاجه من اتنين, عشان اعمل حاجه اسمها ديزاين ريكفري. الهدف الاساسي ان انا هنا ريكفر الديزاين اوكي, او ارجع لحد ان انا اشوف الريكويرمنت بتاعتي. ويا اما برجع من الديزاين بعد النيو ديزاين او بعد الريفرس انجينيرنج زي ما اتفقنا ده حاجه من الحاجات المهمه لو ما عنديش بروبر ريبريزنتيشن للسوفت وير بتاعي في الديفرنت فورمات. انا بعمل ليه ريفرس انجينيرنج للكود؟ يعني دايما انا بادئ سورس كود مكتوب عندي وده في 90% من الحالات بيبقى موجود, او حتى بكومبايلد كود نادرا يعني الحالات ديت لو انا بشتغل على كود بتاع حد تاني مش الكود بتاعي. لكن انا دايما بداي انا عندي سورس كود. طب انا بعمله ريفرس انجينيرنج ليه؟ الحقيقه غالبا عشان احقق واحد او اكثر من اوبجكتيفز ديت, يا اما انا اطلع فيو مختلف السوفت وير بتاعي, ريكفر لوست انفورميشن كانت مش موجوده في الدوكيومنتيشن, اسنسيسايز هاير ليفل ترين ابستراكشن عشان ابستراكت حاجه افضل, اديتكت السايد افكتس اللي كانت موجوده في الكود وليكن اللي هنسميها قدام حاجه اسمها كود سبيلز هنتكلم عليها بعد كده, ان انا اخد حته من الكود بتاعي اللي كان مكتوب في برنامج وافصله كده واخليه موديول اقدر اريوزه في كود ثاني, او الحقيقه اقل الكومبلكسيتي بتاعت الكود نتيجه ان السيستم ده بقى له كتير يعني عندي فبقى كومبلكس جدا جدا. فبنعمل الكلام دوت بقى ايه بستبس كده ستاندرد, برضه في طريقه للستبس اللي احنا نعمل بيها ريفرس انجينيرنج للكود. الستبس دول ديفايند في الاي تريبل اي سوفت وير مينتنس ستاندرد. احنا الخطوه الاولانيه ان احنا الاول بنبارتيشن السورس كود انت يونت. السورس كود بيبقى فايلات كتير فبنحاول الاول نقسمه لمجموعه من اليونتس files بقى أو classes أو functions أو whatever, وبعدين نمسك كل يونت من دول ونوصف هي كام هي الميننج بتاعتها.
وبالتالي اقدر اطلع من اليونت دي بالفانكشنال يونت اللي هي حاجات بتعمل وظائف معينه. كل فانكشن بعرف لها الانبوت والاوتبوت بتاعها، هي بتاخد ايه الداتا انبوت وتطلع ايه الداتا اوتبوت. طبعا بقى الانبوت دي بتقراها من فايل، بتقراها من يوزر، بتقراها من داتابيز، بتقراها من نتورك. الاوتبوت ده بيطلع بشكل ريبورت، بيطلع بشكل ريكورد بيتضاف للداتابيز، فايل بيتكريت على الهارد ديسك، ايا كان. بعد ما عملت الكلام ده ببتدي بقى ادخل في ليفل اعلى شويه ان انا ادسكرايب الكونكتد يونتس. فبدات بتبدا من فين؟ ان الاوتبوت من يونت يبقى انبوت يونت ثانيه. بعد ما بعمل الكلام ده بدسكرايب السيستم على بعضه وهو بيعمل ايه، وفي الاخر بكريت ان انترنال ستراكشر للسيستم. انترنال ستراكشر ده قد يكون في شكل كنترول فلو، مين بينده مين، او داتا فلو، الاوتبوت بتاع مين بيروح اذا انبوت لمين. تمام؟ الثلاثة الأول اللي دول بتسميهم local analysis، لأن أنا بقسم يونت وبعدين بروح على كل يونت وبشوف الايه الانبوت والاوت بتاع كل يونت. الجزء الثاني ده بنسميه global analysis، لأن أنا بشوف العلاقات ما بين اليونت ومين بيدي انبوت لمين ومين بياخد اوت لمين والفلو بيمشي ازاي. تمام؟ والحقيقة في يعني الريفرس انجينيرنج بتاع الكود اتطبق عشان يعني نحل بيه مشاكل كتير. فور اكزامبل مثلا ان انا بري دوكيمنت البروجرامز، البروجرامز الموجود عندي الدوكيمنت بتاعتها ما كانش مظبوطه، الديزاين دوكيمنت بتاعها ما كانش معمول بشكل مظبوط، او الناس عدلت كتير على السورس كود من غير ما تعدل الديزاين دوكيمنت نتيجه ان كانوا مستعجلين او عايزين يطلعوا حاجه او باك طلعت عند العميل. فانا هنا بعمل ريفرس انجينيرنج للكود عشان اري دوكيمنت البروجرام، او ان انا ببص ريفرس انجينير اشوف ايه الكود اللي ممكن يبقى ريوزابل. والله هنا في وسط الكود بتاعي في لايبرري كده بتفتح كونكشن وبتمبلمنت مثلا الاتش تي تي بروتوكول او بتمبلمنت الام كيو تي تي بروتوكول بتاع البابلش سبسكرايب. طيب وانا محتاجها في كود تاني اكتبها تاني ليه من الاول ده موجود عندي؟ انا ممكن اخد الكلاس ديت او الفانكشن ديت واريوز ات في انذر سوفت وير. ممكن طبعا ادسكفر ديزاين اركتكتشر، انا ما يكونش عندي ديزاين اصلا ولا اركتكتشر فانا بحاول اكتشفه، اريكفر ديزاين باترن، انا والله السيستم ده انا عايز اشوفه هو شغال ام في دي ولا فاكتوري ولا سنجلتون ولا ايه، فممكن من الريفرس انجينيرنج للكود اطلع الديزاين باترن. ممكن اعمل تريسابيلتي، انا عارف والله انا عندي الديزاين دوكيمنت وعندي الريكويرمنت دوكيمنت بس انا مش عارف هي فين، يعني فين الكود اللي مكتوب. انا بقى انالايز الكود والله اقول الفايل اللي اسمه xyz.cpp اللي موجود في الدايركتري مش عارف ايه هو ده اللي بيمبلمنت الفلوت شارت بتاع الجريد كوماند ديفايزر بالاكستندد كيليان الجوريثم مثلا. يعني اوكي ممكن احد الحاجات ان انا اوريدي اصلا الكود بتاعي مكتوب بشكل ستراكشر بروسيدرال لانجويج وانا عايز rethink الديزاين بتاعي in an object oriented way، انا عايز اشوف الاوبجكت within this، او ان انا اطلع الconceptual data models. انا اوكي انا عندي كود وتمام التمام وعندي data بس ما عنديش الـ ER model بتاعها بس، فانا عايز اطلع الـ data model من الـ analysis بتاع الكود، او والله انا عايز اشوف هل في duplication في الكود بتاعي او clones حاجات معمولها copy paste موجودة كذا مرة مكبراني الكود على الفاضي. طبعا زي ما قلنا في حاجة اسمها كود سمالز، كود سمالز ديت اللي هي أجزاء مكتوبة بشكل وحش هو السورس كود فأنا عايز أعملها كلين، يعني نتكلم عن الكلام ده وتروح نتكلم عليه فاكتور إن شاء الله. في حاجة بنسميها أسبكت أورينتد سوفت وير ديفلوبمنت، كان تكنيك موجود يعني طلع موضة فترة طويلة كده ونام شوية وكل شوية بيرجع، يعني مش هنتكلم عن تفاصيله. ممكن على فكره ابقى بعمل ريفرس انجينيرنج عشان احسب هو انا لو غيرت ايه اللي هيحصل، حاجه اسمها الايه الامباكت او تشينج امباكت. ممكن انا اصلا ما عنديش سورس كود اصلا فانا مضطر ان انا اخد من الباينري كود واطلع السورس كود عشان اقدر اعمل مينتنس قدامه واضيف حاجه. ممكن بيبقى بهدف ان انا ريديزاين اليوزر انترفيس والله، او ان انا اقلب ال البروجرام من سيكوينشال بروجرام لبارلل بروجرام، ولا يكون عندي حاجه بتتحسب هاخدها بدل ما تعمل على السي بي واحطها على الجي بي يو مثلا، زي مثلا الحاجات بتاعه لو انا شغال مثلا لاتيسيز كريبتوغرافي اللي هي بتعتمد على اللاتيسيز ودي نوع من انواع الانكريبشن
الاميون اجنست الكوانتم اتاكس. يمكن انا اعمل معها لما تستخدم كورس سكيورتي ما دخلتش انا في الديتيلز دي، لكن عندكم المهندس ايمن وجيه محسن المدرس بتاعت في القسم كان شغال معايا في الماجستير بتاعه الطبي، فكان جزء كبير من الشغل بتاعه انه بناخد الالجوريزمز اللي كانت موجوده وشغاله سيكونشال وعملنا لها باراليزيشن باستخدام حاجه اسمها الاس اس اي اركتكتشر بتاع البروسيسورز الجديده مثلا. اوكي ده مثلا ممكن يكون اكزامبل على احنا ليه بنعمل كود ريفرس انجينيرنج. ممكن ترانسليت البروجرام من لانجويج للانجويج، مايجريت الداتا من داتابيز لداتابيز، نطلع البيزنس رولز. خدوا بالكم هنا بقى، لا احنا مش بنتكلم عن ديزاين، احنا عايزين نرجع مور ابستراكت، يعني احنا بنبص على الريفرس انجينيرنج مش عشان نطلع ديزاين، لا عشان كمان نطلع البيزنس رولز. احنا كده راجعين شويتين كده لحد الريكويرمنت. ممكن يكون عندي ليجاسي كود مكتوب من زمان قوي بيعمل بروسس معينه، فانا عايز اخده واحطه في نيو كود. فانا هنا حاجه اسمها هياتك هنتكلم عليها، هنتكلم على الليجاسي سيستمز ان شاء الله. ممكن برضو بعمل حاجات مهمه جدا للريفرس انجينيرنج، ان انا اكتشف هو في سكيورتي ايشوز او فولنربيلتيز، هل السيستم ده فيه مثلا بفر اوفر فلو ولا حاجه، او مثلا زي ما يكون عندنا مثلا بروتوكول لنتورك عايزين نكستراكت البروتوكول. مره كان في شباب كانوا عندنا الليجال يعني تدخل باللايسنس بتاعت البرودكت، كانوا عايزين يبعتوا رسائل دعايه على الواتساب بس من غير يعني يبعتوه من جوه بروجرام مش من واتساب بروجرام تاني قبل الواتساب بزنس يطلع. فقعدوا وحاولوا يعملوا ريفرس انجينيرنج ليه الكود بتاع الواتساب عشان يطلع النتورك بروتوكول، فيقوم لان النتورك بروتوكول بتاع الواتساب مش ستاندرد. اللي بيتكلم لو سمحتوا يميوت المايك عشان ما يعملش شوشر على زمايله. في الحاله ديت اللي حصل ان الناس حاولوا يطلعوا النتورك بروتوكول من الابلكيشن. كتير قوي قوي ليها بنعمل بيها ريفرس انجينيرنج للكود عشان نقدر نعمل حاجات كتير قوي بهذا الشكل. طبعا برضو في مودلز كتيره اتكلمت على الريفرس انجينيرنج كورسز تحديدا للسورس كود عشان نقول طب والله مثلا انا بعمل بقى ريفرس انجينيرنج ليه؟ المهم قوي انا بعمل ريفرس انجينيرنج للكود ابقى احدد الجولز بتاعتي، المودلز اللي انا عايز اوصلها والتولز اللي انا هستخدمها. وبالتالي انا عندي هنا في ستيجز مختلفه. جول ستيج وانا بعمل كود ريفرس انجينيرنج لازم احدد وانا عايز اعمل ايه؟ اعمل ريفرس انجينيرنج كود عشان اوصل لايه؟ هل انا عايز اطلع الديزاين؟ هل انا عايز اطلع حته من الكود اعمل لها يوزابيلتي؟ هل انا بايدنتيفاي اذا كان في فولنربيلتي زي البفر اوفر فلو مثلا، او كود بيتعامل مع الداتا بيز فممكن يجي لي اس كيو ال انجكشن مثلا يعني؟ تمام؟ وبالتالي ده محتاجين ان هم الاول يفهم يعني اندرستاند الفورورد انجينيرنج اكتيفيتيز اللي كانت اتعملت، وبعدين يطلعوا الجوز. ده بقى بيقول لهم ايه؟ وانا بعد ما اعمل ريفرس انجينيرنج انا بطلع ايه الانفورميشن انا محتاج اطلعها؟ وبالتالي انا باورينت الاكتيفيتيز بتاعتي توورز الجول ده. تمام؟ وبعدين بعد ما عرفت كمان مش مجرد هعرف الانفورميشن اللي هطلعها، هطلعها ازاي؟ شكل ايه؟ اوكي؟ هطلعها بشكل انذر كود، هطلعها بشكل دايجرامز مثلا يو ام ال، هطلعها بشكل فورمال سبيسيفيكيشن. يعني لازم في الاخر ابقى عارف انا ايه الانفورميشن اللي انا هطلعها من الكود لما اعمل له ريفرس انجينيرنج، وايه الفورم اللي انا هطلع فيها ذس كايند اوف ريبرزنتيشن. او وانس انا حددت الكلام دوت ببتدي بقى اقول طب انا بقى ايه موديل هينفع استخدمه من الموديل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. الموديل ده بيشمل مجموعه اكتيفيتيز بتخصصها على بعضها بتكنيكس معينه بترتيب معين عشان احقق الجول بتاعي دوت. وبالتالي ببتدي ابص على المودلز المختلفه، كمان المودلز بتاعت الريبرزنتيشن اللي انا هطلع عليها، وهنا نبتدي بقى ايدنتيفاي الكايند اوف دوكيمنت اللي هنعمل لها جنريشن، ببروديوس الدوكيمنت ديت، وبعدين بديفاين المودلز تو بي يوز تو ريبرزنت الانفورميشن، واخيرا بطلع الدوكيمنت ديت وبرجعها وبشوف هي اذا كانت بتحقق الهدف بتاعي ولا لا. التولز بقى اللي انا بستخدمها بعد ما عملت الكلام ده ببتدي احدد التولز. دي ممكن تكون تولز جاهزه
يعني بروح بقى اجيب الهكس اديتورز والحاجه بقى زي اللكس والياك مثلا اللي هو اللكسيكال انالايزر اليت انذر كومبايلر تولز اللي انا اقدر ابني بيها كومبايلر سريع لنفسي او بطلع ابستراكت سنتكس تري او بحاول يعني في تولز موجوده جاهزه. طبعا الاي دي ايز الشهيره زي مثلا مايكروسوفت فيجوال ستوديو الانتربرايز اديشن في ريفرس انجينيرنج تولز كتيره وبتقدر تجنريت ليا مثلا الكلاس دايجرامز وتطلعها لي بشكل اوفيس فيجوال جرافس يعني في حاجات زي كده. او طبعا بضطر ان انا اكتب التولز بتاعتي بقى لايبريز وابتدي اكتب الايه الديفلوب ان هاوس تولز. وبعد ما بعمل الكلام دوت ببتدي ايه استخدم التولز دي يا اما بستخدمها عشان اكستراكت الانفورميشن او وبعدين باخد الكلام ده وطلع لي الدوكيمنت او في تولز بتطلع لي الدوكيمنت بشكل مباشر. انا يعني النهارده هكتفي بالكلام. خلصنا 5 سيكشنز من الشابتر ده فاضل لنا 2 سيكشنز يعني بنتكلم عنهم بقى في الداتا والكود ريفرس انجينيرنج تولز بتاعتها دي هنخليها المره الجايه ان شاء الله. قبل ما اقفل المحاضره خليني بقى ايه نسال كده لو حد عنده اسئله. يا شباب في حد عنده اي اسئله؟ شرح واضح قوي كده؟ طيب انا مش شايف حد عايز يسال. اوكي بتقول لا شكرين. طيب تمام مش شايف المسجز في الشاتنج. طيب كويس احنا كده خلصنا الجزء ده من الشرح. طيب اللي كان بيسال في كوزات؟ لا مفيش كوزات دلوقتي لحد ما تشوف طول لطيفه نقدر نعمل فيها كويزز اونلاين. متعودين انا بديكم كل محاضره كويز فالنهارده قراءه من الكويز يعني بس غالبا هيبقى في هوم وورك هتفرج يعني مش هتسيبك يعني انتوا عارفين احنا هندسه عين شمس فطبعا هيبقى في شويه ايه شويه هوم ووركس كده تطلب من حضراتكم سواء حل المسائل او شويه بروجكتس كده نجرب فيها. فخلوني هرتب الامر دوت كمان هنشوف هنرتب السكشنز هتتعمل ازاي اونلاين وبرضه هيبقى يعني هنستخدم الجروب بتاعنا اللي احنا عاملينه عشان نعمل هذا الكلام. تمام يا شباب